فإذا في طريق الهداية لابد هناك أن تكون عقبات، ولابد أن تتجاوز هذه العقبات وتصبر حتى تنال مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن ما في مساومة في طريقك إلى الجنة، ما في تنازل. هل يمكن أن تتنازل وتقول يا رب خلاص أنا إلى هنا يكفيني بس ما علي أدخل النار؟ لا لا، أنت تريد أن تذهب إلى الجنة فلا بد أن تكون مجاهدا صابرا حكيما، وأن تتعلم كيف تواجه معضلات هذه الحياة الدنيا. ولا يوجد معين بعد الله سبحانه وتعالى ككتابه القرآن الكريم. أول سورة بعد الفاتحة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين.